السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم باذن الله غنشارك معكم حرشه ديال الشعير المعهوده عند الناس كامله، بغيت نتقاسمها معكم. اسلوبها مرسيطه، تجي غزاله وصحيه. نتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوها. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ديال الاخت فتيحه، تقدمها لكم الاخت ديالي. الله يحفظها ويشفيها، وانتم الله يحفظكم ويجيكم كذلك. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير مع الطريقه التحضير. وشكرا لكم على حسن المتابعه ديالكم، وشكرا لكم على الكلام الحلو والطيب، وتحياتي للجميع. ندوزو المقادير مع طريقه التحضير. اليوم ان شاء الله باذن الله الاخت فتيحه تقدم لنا الحرشه ديال الشعير بالمرسيطه. كي تشاهدوا ان المكونات هذه الوصفه ديال الاخت ديالي. بالنسبه للمكونات عندنا هنايا كيلو ديال الطحين، سمحوا لي كيلو ديال سميده ديال الشعير المتوسطه، فزقناها في الماء دافي تقريبا 10 ديال الدقائق. فزقات كي تشاهدوا شربت ديك المويه اللي درناها فيها، الماء ما تيكونش عايم عليها بزاف على قياسها. تنخليوها تتفزق تقريبا ديك 10 ديال الدقائق بالماء دافي ماشي الماء طايب، خليناها ارتاحت 10 ديال الدقائق. عندنا هنايا غندخلوا فيها واحد 250 غرام ديال السميده ديال الحرشه. هنايا خدينا من الكيلو خدينا واحد شويه ديال السميده ديال الشعير اللي نقرصوا بها. بالنسبه للملحه القياس الكافي اللي تحتاجوه، شويه ديال الخميره، الزيت البلديه باش غادي نصوبوا الحرشه. وبالنسبه هذه عشبه مرسيطه، حتى هي المكله ديالها زوينه ولذيذه بزاف، تشبه بحالها بحال اللقامه في النظره فقط، ماشي في الماكله. النظره ديالها اللي شافها من البعيد يقول لقامه. بالطبع ان خليناها مده طويله وهي راقده في الماء، يعني راقد، غسلناها مزيان خلينا تستقطر، نقيناها. دابا ندوزو الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للفتيحه شنو غادي نديرو دابا؟ غنطحنوا مرسيطه هي الاولى، غنطحنوها بلا ما بلا حتى شي حاجه، لحقاش سميده الشعير مفزقه بالماء، خصنا باش نعرفوا القياس، ما نقدروش نحكموا في لحقاش. كي قالت السميده عندها فازقه، يعني شربه الماء ديالها، ما يمكنناش نديروا جوج كيسان ولا كاس وحنا ما عارفينش شحال زيدكم. غنطحنوا مرسيطه مزيان، كي قلت لكم راه قبل كنا تطحنوا غير في المهرز، دابا اللي دابا الماكينات وكلشي، دابا الاجهزه موجوده الحمد لله. دابا فتيحه غادي نخلطوا السميده ياك؟ ضروري، دابا راه عجننا راه شابعه ما يعني شربات. هنزيدها شويه ديال السميده. هنا عندنا 250 غرام ديال السميده ديال الحرشه نيت، ما تكمليهاش وقيله، ما نكملهاش، خليها تنزيدها تكرص. ماشي اذا هاد الشويه اللي بقى تكرصي به، اذا خلي المشاهدين باش يشوفوا بانك تكرصي بها. عطيني الخميره، شويه ديال الماء، ومعلقه ديال السكر سينام، معلقه ديال السكر، معلقه سنيده. دابا هاي السنيده واخا، هاي معلقه يعني صافي، ما ديرش اكثر صافي. خلاص الملحه الكافيه، هي نقصي شويه من الحلاوه من الملحه بحكم الوالده ديالي اللي طالبه لنا هذه الحرشه، وبغينا نتقاسموها معاكم، ما تبغيش الحاجه مالحه. زادت هنايا مرسيطه، وكي شفتوا بان دارت الخميره والسكر خلاتها تفاعل في قلبك الساعه، ما دارتها شيء في ساعه، يعني في زليفه واحده اخرى ودارت سوق طويل، هي في ساعه تما خلطت كل شيء. ديك بقيتي شويه الزيت. دابا بالنسبه لهذه ديري الزيت، شحال نديرو ديال الزيت؟ نص كاس تقريبا. ديري عليك ميزانك ولا كبي نص كاس مزيان نعبرو لك؟ ديريه اها باش يشوفوا تما القياس. نص كاس ديال الزيت، دابا يا كيبقى لها تخلطي كلشي مزيان عاد ديري القياس. عاد نعرف الماء واش نزيد ولا لا، ياك حقا شارب الماء، شربات الماء مزيان. هي من الاحسن ما ديرولهاش الماء طايب بزاف، يعني الماء يكون غير دافي باش تتاخد قياسها وحطها في الزوكيه. شير ما هنزيدش الماء، هي داك الماء اللي رطبت به. ايوا مزيان باش ما تطحنوش ديك العشبه ديال المرسيطه بالماء، باش يكون القياس هو هذاك اذا كانت فازقه يعني بالماء دافي بزاف. كي تشاهدوا بان دهنات الطاجين بالزيت الروميه ماشي البلديه، دابا غادي ترش بالسميده ديال الحرشه
والسميده ديال الشعير. هادي نزيد شويه دابا باش نديرو السميده عسان ديال باش ما تلصقناش مع الطاجين. دير شويه هنايا غير شويه. دابا درتي غير هاد الشعير من الفوق، ما درتيش لا ما درتش السميده. لا صافي درتي الشعير قبيله، يمين شطنا ديك شويه ديال السميده ديال الحرشه رشيت بها في الاول وصافي. والصراحه تبارك الله تجي غزاله. دابا الواحد يستغل هاد الفصل هذا، الحمد لله الخير كاين ديال هاد الشيء ديال الربيع. دابا واقيلا خاصها تقلب بحكم ان الجديبات ديالها بداو تيبانوا بانهم طايبين. غتقلبها فاتحه ياك. بسم الله. الله عليك فتيح. شكرا. الحشره ماشي سهله، ماشي اي واحد تيصعوبها. ديال الشعير شويه صعيبه لحقاش تكون فازقه بالماء، داكشي علاش ما تكونش قابطه راسها، تكون فتيه. خلي ماشي بحال السميده ديال الحرشه. الله يسخر هي. تبارك الله عليك لاله فتيحه، ما شاء الله جات تتحمق غزاله. الله يحفظك اختي. والله الا غزاله ما شاء الله. هادشي البلدي الصراحة قالك جديد ليه جدة والبلد اللي ما تفرغت فيه، والله إلا غزالة ما شاء الله. أنا من العشاق المحبة ديال الحرشة ديال الشعير، من زمان كانت الوالدة ديالنا تديرها لنا دائما في البرد مع زويتة بلدية والبصارة، كانت دائما عندنا هاد الوصفة في البرد. زعما ما شاء الله غزالة غزالة، ودائما ديك الوصفات التقليدية القديمة اللي تفكرنا بزمان شحال هادي تعجبني بزاف. ما شاء الله غزالة تبارك الله غزالة مع هاد مرسيطة تجي رائعة. راه مازال سخونة خصها حتى تبرد شوية عاد يمكن لي نقطعها. أنا تعمدت نقطعها دابا باش نشوفو مرسيطة لداخل كيف هي، رائعة بزاف. أنا كي تشاهدو تبارك الله جات غزالة غزالة بزاف مع ديك مرسيطة وديك الرويحة ديالها جاية غزالة. خصها غير زويته بلديه وشي كويزيز اتي بالشيبه باش هيتكم الصراحه. تنشكر الاخت فتيحه على هذا الحرش اللي قدمت لنا لينا كامل ليا وليكم. شكرا لك فتيحه. بالصحه والراحه لاله وبالصحه والراحه للمتتبعين كاملين. شكرا لك بزاف. نتلاقاو باذن الله في وصفه واحده اخرى، وتحياتي للجميع.
اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.